حقيقة في ناحية المعتصم لا زالت دون المستوى المطلوب منذ تحرير الناحية ولحد الآن، حيث تم تدمير أغلب البنى التحتية في الناحية. لم يتم إعادة أي بناية لحد الآن. طالبنا أكثر من مرة مجلس المحافظة والمحافظة، كانت الحجة أنه لا توجد تخصيصات مالية كافية لإعادة بناء الدوائر المهدمة، ولكن هناك دوائر مهمة جدا وخاصة المركز الصحي الرئيسي في الناحية وبناية ناحية المعتصم. لا بها عمل، لا بها شغل، عندنا دوائر حكومية، دوائر يعني مفلشة، لا يعني أغلب الدوائر مفلشة، يعني ماكو عمل، صار لنا 5 سنين ماكو عمل، يعني إحنا ناس فاين حظها والدور عمل. يعني أني أجي كم مرة على هاي البناية أريد أشتغل يقولون ماكو عمل، ونطالب المحافظة بأن تعمر لنا المنطقة يعني وبعمارها، وما أريد يعني إحنا نريد هسه، إحنا بس نريد مستشفى، مركز صحي ما عندنا مفلل. والله ناحية المعتصم تحتاج إلى جميع من الخدمات الصحية والخدمات الكهربائية، وتحتاج إلى صيانة الأسلاك الكهرباء، ونحتاج إلى البنى التحتية. جميع الناحية مهدمة بالكامل، ونطلب من الحكومة المركزية والحكومة المحلية صالة ولادة، لا مستشفى. يعني هسه علي يتمرض رأسين لازم ناخذه السامرة قبل، وتدري من تبلي السيطرات وازعاجات، يعني والله اللي عندها ولادة ستار منها. بهيك حالة احنا نطالب الحكومة المحلية اذا يعني مو زحمة، ولو هي يعني واجب هذا، فنطالبها بإنشاء مركز صحي، إعادة المركز الصحي وإنشاء صالة ولادة، لأن المدينة تتوسع، الناحية تتوسع.